جديد عروض ماركت الايوز بير راح تبدا من بكره السبت 22 تموز، تخفيضات اليوز بير الاسبوعيه. اهلا وسهلا فيكم اصدقائي متابعين قناه تنزيلات تركيه. عروض على المواد الغذائيه والمنظفات مثل ما تعودتوا، كل سبت عنا تخفيضات لماركت الايوز بير، مواد غذائيه منظفات، تخفيضات على الفاتوره. كمان بهذا الفيديو راح يكون في عنا تخفيض على اللحوم والبوظه. تابعوا معي الفيديو للنهايه حبايبي، لا تنسوا دعمنا باكبر عدد لايكات للفيديو. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله نبدا بالعرض الاول. سجق بقري من ماركت بيشلار 350 جرام ب 88 ليره بدل 99.5. في هون عنا اصدقائي كيك بنكهه التوت البري 114 جرام بسعر 11 ليره بدل 14.5. ايضا سجق بقري من ماركت توركو، طبعا ماركت توركو بغنى عن التعريف، كتير ممتازه، 350 جرام ب 110 ليرات بدل 125 ليره. فليفله حمراء من ماركت اونجو 500 جرام ب 64 ليره بدل 80 ليره، هي بيستعملوها لتشي كفته، بتكون ما انا حده كتير ولا انا حلوه، يعني وسط. زبادي 2 كيلو بسعر 44 ليره ونص بدل 53 ليره. مجامع بتجي بسكويت، في منه مالح في منه حلو. هلا لك ونازل كذا نكهه، في نكهه الشوكولا، نكهه جوز الهند، ونكهه البرتقال. وزن العلبه 500 جرام، سعرها قبل الخصم 32.5، هلا سعرها رح يكون 27 ليره ونص. كتير طيبه بنصحكم فيها. من بيرشا حليب 1 لتر، نسبه الدسم فيه 1.5%، يعني قليل الدسم، يا رميالة، بسعر 15 ليره بدل 17.5. أصابع كفتة بقرية، بالنسبة لهي الأصابع أصدقائي رح يكون وزنها أو سعة 400 جرام، السعر رح يكون 95 ليرة بدل 105 ليرات، علي تخفيض 10 ليرات. زبادي من ماركت إيكير 2 كيلو ب 47 ليرة بدل 56 ليرة. كمان هون عنا رقائق كفتة فيكن تشوفوها، هي للإزقرة مكتوب يعني للكفتة. دانا كوزو يعني لحمة بقرية، 400 جرام ب 95 ليرة بدل 105 ليرات. ملح لجلاية الأطباق من ماركت فينيش كيلو 300 جرام ب 27.5 بدل 43 ليرة. أيضا في هون عنا أنواع صابون، في عدة روايح، الليمون، في عنا ريحة الورد، وفي عنا ريحة اللافندر أعتقد، ليمون كوكولو، موجو كوكولو، وغول كوكولو. خمس قطع فيها، وزن الوحدة 75 جرام، الخمسة ب 27 ليرة ونص بدل 34.5. شوكولا من أولكر قابلة للدهن 500 جرام ب 39.5 بدل 51.5. بسكويت من أولكر هي كتير طيبة، بقلبة محشية شوكولا، بيجي فيها 10 قطع، وزن القطعة 30 جرام، العشرة ب 19.5 بدل 24.5. جبنة من ماركت أهير نصف دسم 650 جرام ب 63 ليرة بدل 73. زبادي من ماركت كبير كيلو ونص بسعر 39 ليرة بدل 46 ليرة ونص. هذا المنتج كتير رائع من ماركت فينيش، هو منظف لجلاية الأطباق برائحة الليمون، 250 ميلي ب 27.5 بدل 43 ليرة. اشرح على السريع كيف طريقة استعمالها. بتفتحوا الغطاء بيكون له مثل جلدة بلاستيك، ما بتفتحوها، بتفضوا الجلاية بتقلبوه بالعكس وبتشغلوه على أعلى حرارة، بتعطيكم نتيجة رائعة. من ماركت فينيش مبيض للملابس بقوة الأكسجين ورائحة الليلك، 1 لتر ب 66.5 بدل 80 ليرة. هاد فيكم تحطوه بقلب الغسالة ما بيصير له شي. هلا هون في عنا شقف لحم بقري 400 جرام ب 105 ليرات، نسبة الدسم فيه أو الدهون بس شقف جاية، يعني ما فيه دهون ابدا، سعره بدل 115 رح يكون ب 105. لحمه مفرومه 400 جرام ب 99.5 بدل 109 ليرات. كمان هون عنا اصدقائي كفته بقريه، كمان فيكم تشوه او تقلوها، 400 جرام ب 95 ليره بدل 105. هلا هون عنا تخفيضات على الفاتوره، اذا تجاوزت فاتورتكم ال 10 ليرات فيكم تحصلوا على سائل للجلي من ماركت فيري، عبء اقتصادية لتر ونص بسعر 58 ليرة بدل 105 ليرات. طبعا هذا المنتج كتير رائع، من نقطة بيرغي. كمان تخفيض على الفاتورة من ماركت بينار، جبنة كاملة الدسم، جبنة توست كاملة الدسم، بتصير للبيتزا وبتصير للتوست. ماركت بينار أفخم أنواع الماركات للجبنة،
400 جرام رح يكون بستين ليرة بدل 109 ليرات. منكمل بالعروض، شوكولا من أولكر 25 جرام ب3 ليرات، كيس فيه قطع شوكولا مشكلة 91 جرام ب13.5، قطع مارشميلو عدد 3 ب4 ليرات وربع، من أولكر بسكويت القمح للأطفال 1 كيلو ب54 ليرة ونص بدل 69 ليرة. هلا هون عنا عرض على البوظة، يعني هذا العرض كتير حلو صراحة، عرض البوظة بما انه الدنيا شوب الله يرحمنا. في هون عنا بوظة فانيليا وعليها طبقة شوكولاتة بدايقتها 800 جرام ب65 ليرة. هي البوظة كمان هي الماركة كتير حلوة، بتيجي مثل بوظة عربية سادة، عليها شوية فستق 650 ميلي ب65 ليرة. هون عنا انواع بوظة كمان، هدول دايقتهم كتير طيبين. عنا 4 نكهات 850 ميلي بسعر 70 ليرة، كيك 70 جرام ب9 ليرات ونص، بسكويت 24 جرام ب2 ليرتين ونص، كمان شوكولا من أولكر 32 جرام ب6 ونص، شوكولا مترو ب5 ليرات ونص، بسكويت للشاي هذا بيجي مالح توزلو فيه 3 قطع بسعر 14 وربع، بسكويت مارشميلو كراميل 170 جرام ب19 ليرة. أصدقائي هلأ رح نبلش مع بعض بتخفيضات التطبيق الآيوز بير بلس، شرحت عنه كتير ورح أترك لكم رابط بأول تعليق مثبت كيف تقدروا تنزلوه وتثبتوه من جوجل بلاي. هذا التطبيق بتشتروا منتجات، مثلا هلأ هذا الأسبوع نازل منتجات معينة، إذا اشتريتوها بيضيفوا لكم مصاري على محفظة البرنامج، هي المصاري بتقدروا تشتروا فيها أغراض من ماركت الآيوز بير. نبدأ بالعرض الأول، هو بزر أبيض 180 جرام، إذا اشتريتوا هذا المنتج بيضيفوا لكم 3 ليرات. المنتج الثاني هو شرائح سجق من ماركت بينار 170 جرام، بيضيفوا لكم 4 ليرات. انتبهوا لازم نفس الماركة ونفس المنتج. قهوة تركية 100 جرام، إذا اشتريتوا هذا المنتج بيضيفوا لكم 4 ليرات. دودوران من ماركت فا الرول 50 ميلي، بيضيفوا لكم 10 ليرات. كمان هون في عنا بسكويت بنكهة الكاكاو 125 جرام، إذا اشتريتوا هذا المنتج بيضيفوا لكم 2 ليرة. حليب من ماركت بينار 200 ميلي، فيه دسم 3.3%، إذا اشتريتوا هذا المنتج بيضيفوا لكم 2 ليرة. من ميلك تان جبنة مثلثات فيها 8 قطع، بيضيفوا لكم 3 ليرات. عصير طبيعي من كبي بنكهة الفشنة نكهة الكراز 1 لتر، إذا اشتريتوا هذا المنتج بيضيفوا لكم 3 ليرات. بيض عدد 10، بيضيفوا لكم 6 ليرات. في هون عنا أصدقائي برجر مجمدة جاهزة للقلي 1 كيلو، بيضيفوا لكم 8 ليرات. لهون حبايبي عروض وتخفيضات الآيوز بير بتكون خلصت، بتمنى أنكم تكونوا استفدتوا. إذا حبيتوا الفيديو اعملوا شير لأصحابكم الموجودين بتركيا. شكرا على المتابعة الحلوة، بدي ودعكم، بترككم بأمان الله.